السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله خليت واحد الترشيط خمسة وعشرين. المهم كان ديجا الشوق اللي بغيت نجرب التجربة ديالو وعجبتني فيديوها وصوتها، وبغيت تكون تشاركو معايا هاد الفيديو إن شاء الله يحفظ. المهم عندنا داكشي باش نخدمو، عندنا الترانسفورماتور راح يحول لنا الفوت حتى تقريبا 6 فولت، 6 فولت باش نخدمو في هاد الليرام نخدمو فيهم بولات. وغنحتاج عاوتاني فوتو ريزيستانس عندنا واحد ركبناه، ثم عندنا الريزيستانس راه كتعرفوهم كاملين، ثم عندنا اخر ترانزستور غير خصنا اننا نعرفو كيفاش نخدمو اذا بغينا نخدمو فيه، حيت دوزتو بار سميتو خصك تعدلو وتعرف شكون هو انود وكاتود كيفاش تحطو في الطوموس كلشي كاشيت. والتركيبة فاش عن سميتو راه أخليها لكم حتى الاخر باش تشوفوها مزيان. المهم لي مثلا كاش خلت الاله صوبتها هما خمس بوشي، حيت الوقت ما عنديش باش نخدم كل وحدة باش تشوفو كيف خلتها. المهم فوتو ريسونس ركبتو هنايا، ثم كينيستي هو و خصنا ديما دا غازيسونس لي احتاجنا جوج، خدينا جوج هنايا خدينا جوج هما وطبناهم هاذي اللولة و التانية هي باش تحمي لينا سميتو سوا فوتو ريزيستانس ولا باش نفقوها باش طال دين داخل تلاتة مهم الدهنة غير الجهاز طالعين هالجهاز. مهم هذا الشخص اللي فكرها عادي، المشكل ديالها انها كي الضوء ديالها كيكون سميتو كيكون ضمها ميلو في الضلا ما كتشعلش، علاش ما على باش طلعو. المهم حنا بغينا غير نعرفو المكونات ديالها وكيفاش كتطلع. وهنا هي الأخرى نوري لكم شنو هذا عرضة باش نشوف واش حاطها خذ الريسون يلا حاطها ضروري تفاعلها ما شاء الله عليك يا بنت. درنا
وثاني حاجة غير واحدة اسمها كانت تركت زاد ما طول هذا الكلام على شرط أنه يكون المهم باش أعطيكم خلاصة التوضيح كيفاش كيجي درس هنا فكروكي ضيف لكم واحدة شيء خديت لكم شنو هكاك يا جار خويا لو اعطوك المال فعاد بالرمال لو اعطوك المال فعاد بالرمال دكورا الى كنتي اذا ما كنتيش ترانسفورماتور كجار ليش جار الله يخليك ربي بارك فيك الله يخليك ربي بارك فيك وانا غني فيك امل ما المهم شكرا لكم على تشرفكم معنا.